بيقول لها مكتبة دي باللغة الكورية. أهلا وسهلا بكم. أهلا ويلكم باي أي فورجيت أندونيسي. Terima kasih. Terima kasih. Our brother Umar is alhamdulillah Muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Umar Chan. Alhamdulillah. Now. Now. He was the man who I sent to the Muslim. Alhamdulillah. Inshallah. Inshallah. ماذا تعملون في اندونيسيا؟ تربية المعاهد والمدارس. الحمد لله. أنا زرت اندونيسيا في مؤتمر. ولقيت الوزير. الوزير الأوقاف Sun, namanya di bahasa kan dia namanya نسأل الله أن يثبت الإسلام في كوريا وأولادنا هؤلاء أبنائنا. أقول لهم دائما اعملوا في الدعوة لأصدقائكم الكوريين. ما شاء الله الأندونيسيين جيدين في كوريا. في كوريا يوجد 30,000 أندونيسي. إن شاء الله سيكونون على طول معونا. نعم هم معونين. نعم. عدة مساجد في أنسان، في جانوان، في كوانجو، مساجد في أندونيسيا، في جانوب. أكثرهم في إندونيسيا يتعلمون الإسلام، يتعلمون العربية، ويحفظون القرآن. أتيت إلى كوريا لا يوجد أجانب. لا يوجد أجانب كثير. صابوني يعني صابوني. Thank you.
كلام فقه الأئمة. فقه الأئمة. لا ليه؟ أنا واحد. حياة فقه الأئمة كتاب كبير يدرس ويطبع الآن جديد في الهند.